أهلا بكم. أقدم العشرة من الشبان صباح اليوم 4 أغسطس 2021 بالجزائر العاصمة على محاولة انتحار جماعية في سابقة هي الأولى من نوعها في الجزائر، وقد جاءت هذه الأوضاع هذه الخطوة كاحتجاج على ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية حسب تعبيرهم. ضحايا الجنرالات أو الكبرانات صعدوا إلى قناطر وبنايات شاهقة بشكل جماعي حاملين معهم لافتات يعلنون فيها عن استنكارهم لتردي الأوضاع الاجتماعية والتهميش الذي يطال الشباب في الجزائر في بلد يسخر بثروات طاقية هائلة. هذا وتمر الجزائر بحالة احتقان كبيرة على المستوى الاجتماعي، وزادت أزمة المياه وارتفاع الأسعار ونسبة البطالة بين الشباب من تأزيم الوضع وظهور احتجاجات متفرقة في أرجاء البلاد تنضاف إلى مسيرات الحراك التي باتت تفرق بالقوة. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.